صباح الخير. صباح الخير. نحن الآن متواجدون ببلدية بابتدائية الطيب بوريالا بقرية الهرهيرة في بلدية سيدي في بلدية سيدي سليمان. هذه القرية التي تبعد عن مقر ولاية تجورت بعشرين كيلومتر وهي منطقة فلاحية. بإمكان المار بالطريق الوطني رقم 3 أن يشاهد هذه القرية وهي محاطة ببساتين النخيل. هذه الابتدائية اتخذت منها جمعية نجدة الإنسانية بولاية تجورت مقر لمباشرة القافلة الطبية التضامنية المتعددة الاختصاصات من إجراء فحوصات طبية ومباشرة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا. لوضعكم في صورة هذه القافلة الطبية وأهدافها، نسعد باستضافة السيد سيس إبراهيم رئيس المكتب الولائي للجمعية، والدكتورة ميموني عليا وهي طبيبة ضمن هذا الطاقم الطبي الذي يشرف على هذه القافلة. بداية مع السيد رئيس المكتب الولائي للجمعية، هذه الجمعية من الجمعيات النشطة في ولاية تجورت، كيف وجدتم الإقبال المواطنين على هذه الفحوصات؟ بارك الله فيك. أولا شكرا على هذه التغطية الإعلامية وشكرا على الاستضافة. يعني هذه الجمعية جمعية نجدة الإنسانية للصحة والإغاثة في مكتبها الولائي المكتب تجورت، كعادتها يعني في مبادراتها الإنسانية والصحية تأتي هذه القافلة الأمل رقم 4 في نسختها الرابعة التي تستهدف قرية هرهيرة تابعة لبلدية سيدي سليمان. نهدف من خلال هذه القافلة إلى إجراء مجموعة من الفحوصات المتخصصة. طبعا الهدف هو لتقريب الفحص الطبي المتخصص لهذه القرى النائية أو كما يصطلح عليها أخي مؤخرا مناطق الظل. قلت يعني من أهم أهداف هذه القافلة هي تقريب الرعاية الصحية لهذه القرى، ثانيا الكشف عن جملة من الأمراض المزمنة وتعقيداتها، أيضا كشف عن بعض السرطانات، أيضا حملة التلقيح ضد مرض الكوفيد. الحمد لله يعني هذه القافلة كان فيها إقبال سواء من طرف الأطباء المختصين والأطباء العامين الذين أبوا إلا أن يلبوا نداء الإنسانية ونداء الخير، كلما دعوناهم نجدهم يعني في الصفوف الأولى. أيضا كان هناك إقبال يعني من طرف المواطنين للاستفادة من هذه القافلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في أهدافها. من خلال هذه الشعار قافلة الأمل 4، يعني هناك قوافل طبية تضامنية سبقت هذه القافلة، ممكن تضعنا في صورة هذه القوافل الطبية والأماكن التي استهدفتها بولاية تجورت؟ كان بفضل الله عز وجل كانت القافلة الأولى في مطلع 2019 في منطقة جوك، ثم القافلة الثانية كانت في سيدي مهدي، والقافلة الثالثة كانت في حجيرة، والحمد لله اليوم رانا في القافلة الرابعة في منطقة هرهيرة. شكرا جزيلا. معنا أيضا الدكتورة ميموني عليا وهي ضمن هذا الطاقم الطبي. من خلال هذه الفحوصات الطبية ما هي الأمراض التي تم غالبا يتم تشخيصها في مثل هذه القوافل الطبية، وكيف يتم التعامل مع الحالات المستعجلة؟ السلام عليكم. أنا عضوة في جمعية نجدة الإنسانية. مثل ما تصرح بي الدكتور رئيسنا، هذه القافلة الرابعة. احنا أوليو يجونا المرضى اللي بعاد، احنا رانا نجوهم سيغ بلاس من خلال الفحوصات. أكثر الأوقات الأمراض المزمنة اللي الناس كامل عارفينها هي ضغط الدم والسكري. من أكثر من الحالات يكون الإنسان ما على بالوش يمشي عادي، كي نديروا له الفحص نلقوا له ضغط الدم هذيك، ومن بعد كي نلقوا الإنسان هذا مصاب بهذا الأمراض يتم متابعته في العيادات نتاعنا، نعطوا له التحاليلات، يكمل التحاليلات وندعوه يرجع لنا للعيادات نتاعنا، ولا الجمعيه هي اللي تقوم به وتدير. كما ما هي النصائح العامه المقدمه للنصائح التي تقدمونها
نصائح على التغذية، نصائح على المتابعة الدورية، باسكو اللي يعود عنده مرض مزمن لازم المتابعة الدورية، مش يخد الدواء وروح اقعد بالعام ولا ما تتابعش نفسك. كما رانا نديروا في لي فخوتي نديروا التشخيص المبكر لعنق لمرض سرطان عنق الرحم، وكذلك نديروا التشخيص المبكر لسرطان الثدي، ولقينا حالات وراهم درك راهم في المتابعه والحمد لله. ودائما مثلا قلت لكم هذه المناطق يسمى مناطق ظل ونعبادها شويه هكذا، الجمعيه هي اللي تقوم بهم، يسمى نقدم لهم الدعم الطبي والنصائح وكل شيء. شكرا شكرا شكرا. فقط للعلم ان هذه القافله الطبيه انطلقت على الساعه 8 صباحا والى غايه 12 زوالا، التلفزيون الجزائري بالفريق تلفزيون محطة ورقلة الجهوية يرافق هذا العمل التضامني لوضع المشاهد في صورة هذا النشاط. شكرا جزيلا لك زميل عيسى تومي، كنت معنا من منطقة الهريرة ببلدية سيدي سليمان بولاية قرد. شكرا جزيلا لك. إذن أعود إليك في سؤال أخير سيد